من قناة حبيب الرسول سيد مسموع، نقدم لكم الحلقة الثالثة من سلسلة تعلم حديث من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي القيوم الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أي أعوذ بارتفاع قدرك وتفرجك بالألوهية ألا تجعل لأحد علي سبيلا، فيكون سرا في ضلالي وابتعادي على الطريق المستقيم. فالدعاء هو العبادة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يشتهي في دعائه لله عز وجل. حديث صحيح الراوي عبد الله بن عباس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. أفضل الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد سنته صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، وما أقره صلى الله عليه وسلم أصحابه. والهدى هو السيرة والسمع، فما من طريق وسبيل إلا وطريقه صلى الله عليه وسلم خير منه، فيجب اتباع طريقته وسيرته وسمته. وشر الأمور محدثاتها، أي وهي كل ما أحدث بعده في كل شيء إذا كان مخالفا لما شرعه صلى الله عليه وسلم. وإن كل اختراع في الدين من كيفية لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهي شر وضلال ومجن وبعد عن طريق الحق، وليست من الهدى والرسال الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. حديث حسن صحيح رواه جابر بن عبد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له به صدقة. ما من عبد مسلم يقوم بعمل نافع إلا كتب الله به الأجر والثواب. وفي هذا الحديث ينبه صلى الله عليه وسلم على فضل الغرس والزرع، وأنه المسلم يغرس أو يزرع شيئا فيعتدي نفع هذا الزرع فيأكل منه الإنسان أو الطير أو البهيمة إلا كان له أجر لذلك. حديث صحيح الراوي أنس بن مالك. من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه رضي الله عنهم دعوات عند المواقف المختلفة، وخص من هذه الدعوات دعوات الفروض، دعوات المفروض، أدعية عند الهم والغم والفرد حتى تزول. حديث صحيح الراوي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لكم: أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. إن فرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وسبب لكل بلاء، فتفشى المعاصي إذا لم يكن هناك راجع واجع، والمعصية إذا ظهرت عم ذنبها وسؤمها العامة، وإذا خفيت لم تضر إلا فاعلها. والمعروف هو كل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمنكر هو كل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن عواقب ترك هذه الفريضة عدم استجابة الدعاء، وعدم النصر على الأعداء، وسبب في جلب المصائب والعقوبات، نسأل الله السلامة. حديث حسن صحيح الراوي عائشة رضي الله عنها. من دعاء رسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. أي أنت سبحانك المالك الحقيقي لجميع المخلوقات، وأنا عبدك معترف بأنك مالك يوم الدين،
وحكمك نافذ في ظلمات نفسي، اعترفت بالتقصير، فاغفر لي ذنوبي واهدني لأحسن الأخلاق. حديث حسن صحيح الراوي عن المريض رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم المهمات في دين الإسلام، وهو من أسباب خيرية هذه الأمة على غيرها من الأمم، وتركه والتخلي عنه من أسباب العقاب العام، أي يوشك أن يعم الله عز وجل العينية بعقاب من عنده. الفاعل المنكر والذي لم ينهه عن فعله. وفي الحديث: التحذير والتغذير من ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. حديث صحيح الراوي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. من دعاء رسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في داري وبارك لي في رزقي، أي أسألك أن تستر علي كل ذنوبي فتمحها، فإن الذنوب إذا تراكمت قست القلب وفسدت الحال والمآل وأوردت دار البواق. وسع محل سكني في الدنيا وقيل المراد القبر إن هو الدار الحقيقية، أي فوسع قبري واجعله روضة مرارة الجنة، واجعل رزقي حلالا طيبا محفوظا بالنماء والزيارة في الخير، وابتقني بالرضا بما قسمته لي وعدم الالتفات إلى غيره. حديث صحيح الراوي أبو موسى الأشعري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. وصف مسعود رضي الله عنه حال المؤمن مع ذنوبه، وشبهه برجل قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، من وقع عليه الجبل فلا يظن له نجاه، بينما ينظر المنافق لذنوبه باستخفاف، فكأنها ذباب مر على أنفه فأشار بيده، فذهب الذباب ولم يؤثر عليه، ويرى ذنوبه لا تؤثر عليه ولا يقلق لها. حديث صحيح الراوي عبد الله بن مسعود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يؤوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، وغفرت له ذنوبه. وهذه أبيات مشتملة على التنزيه والثناء والتوحيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى، فجمعت بذلك أعظم الصفات لله وأعظم الأسماء. أيضا ورد أنها أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس. حديث حسن صحيح الراوي أبو هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم، أي سيوجد في آخر زمان هذه الأمة دجالون، أي مزورون ملبسون وخداعون من الدجل. هو تلبيس الباطل ما يشبه الحق، يقولون للناس: نحن علماء ندعوكم إلى الدين وهم كاذبون في ذلك، ويتحدثون بأكاذيب ويدعون أحكاما باطلة واعتقادات فاسدة، لا يخضعونكم في الفتنة ويبعدونكم عن الحق بخداعهم وكذبهم. في الحديث تشديد النهي عن الابتداع والتحذير من أهل البدع والحض على الابتداع. حديث صحيح الراوي أبو هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا الحديث من الأحاديث القدسية، أي إذا عمل الإنسان عملا من الطاعات لله ولغير الله تركه الله، فلو صلى الإنسان لله وللناس لم يقبل الله صلاته، لأن الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك. إذا عمل الإنسان عملا أشرك فيه مع الله غيره فإن الإنسان لا يقبله منه،
وفي الحديث أن الرياء إذا جارك العبادة فإنها لا تقبل، حديث صحيح الراوي أبو هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت لله ربا وبالإسلام دينا ومحمدا رسولا وجبت له الجنة، أي قرأت بأن الله تعالى هو الخالق والسيد والمالك والمخلق والمربي لخلقه والمدبر أمره، ولست بمكره على ذلك بل أنا راض به. وبالإسلام دينا، أي وكذلك رضيت أن أدين لدين الإسلام عما سواه من الأديان. محمد رسولا، أي وكذلك رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا من الله مخالفا من كفر به وجبت له الجنة، أي إن من يقول هذا الدعاء كان حقا على الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة، حديث صحيح الراوي أبو سعيد الخدري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السرور كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عارية. هذا الحديث يذكر ضمن الغيوب التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه الكلام على أمرين: أولهما صفة المركوبات التي يمتلكها الناس في مستقبل الأيام، ولعل المراد بها والله أعلم السيارات. وثانيهما ما يكون عليه النساء من تبرج بالزينة وإظهار للمفاتن، فتبرج النساء داء العصر يجلب اللعنة والطرد من رحمة الله. وفي رواية كأشباه الرجال، إذا كما رجال الكوامل لا يطلقون نساءهم هكذا، حديث حسن صحيح الراوي عبد الله بن عمرو. من دعاء رسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع، أي أعذني من علم لا أعمل به ولا أنفق به ولا أعلمه ولا يهذب الأخلاق والأعمال والأقوال، وقلب لا يخشع لذكرك وموعظتك لا تؤثر فيه النصيحة، وأعوذ بك من نفس لا تقنع ما أتيتها من خيرك وعطائك، ولا تجدع من جمع الشقام والحرام، ولا تجدع من كسرة الطعام، حديث صحيح حضر عبد الله بن مسعود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات على العبد المسلم المخطئ أو المسيء، فإن ندم واستغفر الله فمنها ألقاها وإلا كتب واحد. إن صاحب الشمال هو كاتم السجاد تركب عليه الخطيئة قبل مرجها فليمهله، فإن ندم على فعلة فعله المعصية واستغفر الله منها، أي طلب من الله أن يغفرها وتاب توبة صحيحة، ألقاها أي طرحها فلم يكتبها، وإلا كتب واحدة أي خطيئة واحدة. بخلاف الحسنة فإنها تكتب 10، وذلك تخفيف من ربكم ورحمة، حديث صحيح حسن صحيح الراوي أبو أمامة الجاهلية. من دعاء رسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك عيشة نقية ميتة سوية مرضية ولا مخل ولا فرق، أي عيشة ذكية راضية مرضية، ميتة سوية أي معتدلة، فلا أرد إلى أرض العمر ولا أقاسي مشاق الهرم وأشم حسنا خاتمة، ومرضا غير مخز أي مرتجعا إلى الآخرة غير مذل ولا كاشف المساء والعيون، حديث حسن صحيح الراوي عبد الله بن عمرو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. قال ذكر الله تعالى. قال معاذ بن جبل: ما شيء أنزى من عذاب الله من ذكر الله. ذكر الله تعالى فوائد كثيرة، ويطمئن القلب ويرفع الدرجات ويغفر الله تعالى به السيئات، وهذا من فضل الله على عباده وتكرمه عليه، حديث حسن صحيح الراوي أبو الدرداء.